موت في الأرحام، أعداد الأجنة المتوفاة في ازدياد، وفاة مليون طفل من مضاعفات ما قبل الولادة، أطفال وإن نجوا يولدون مبكراً غير سليمين، حالة طوارئ صامتة أطلقتها منظمات إنسانية، أعلنت عن 152 مليون طفل ضعيف في العقد الأخير، نحو 13 مليون و400 ألف طفل ولدوا مبكراً في 2020، سبب رئيسي للوفاة تحت سن الخامسة، وفاة أكثر من واحد من كل خمسة أطفال بسبب الولادة المبكرة بعواقب صحية. مستوى الدخل عامل أساسي، أكثر من 65% من الحالات في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، تلوث الهواء يساهم في 6 ملايين ولادة مبكرة في كل عام. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.